اليوم حبينا برك واحد البوان نوريكم واحد الظاهرة اللي ميكانيسيان ولا اللي بريكولور ولا أي واحد يحرز روحه برك. كاين اللي لما يفتح لك كيلاس نتاعو ولا يعاود باش يعاود جوان كيلاس ولا يخلي الماء لهنا ولا الماء يسيح من الكيلاس اوتوماتيكمون راح يدخل لك في لي بونون. وين كاين لي بونون تاع السيراج وكاين اللي ينسى ولا شوف المفروض واش يدير. هاو يدير فيشير، هاك تشوف فيشير، هاي هاي لا فيشير، هادي لا فيشير، هادي السبة تاعها. وشنو لما تخلي نتا الماء داخل وتركب لا كولاس نتاعك وتزير خاوتي الماء او ما يتضغطش الماء الجزيئات تاعو ما يدخلش في بعضها ما يتبريساش، يدير لك ريزيستونس يقدر يطرطق لك حتى الحديد. ها هاي لا بروف، شوف هاي اون فيسور، هاي الاخرى تانيك شويه لا كام تاعي شويه عيانة. ثلاثة دوكا لهنا يقدر تقدر لا فيسور هادي تهبط لك حتى لتحت، والبولون هذا الا كان هو يخرج في الزيت هاي تولي من بعد تولي تخلط لك الزيت وما تلقاش روحك. سما ماذا به الواحد لما يفتح ينظف يدير ان بتي تويو لهنا لداخل، من كاين الماء هنا لداخل يدير تويو يجبد فمو ولا ويفرغ الجروب نتاعو يفرغ كاع من الماء. وثاني يجيب ان تورنوفيس صغير هكذا ولا يدير فيه شيفون داخل ويدور، ويلا عنده الكومبريسور في الكراج بالكومبريسور يضرب هكذا يخرج الوسخ هذا كله. توجور الانسان ينظف لابارتي هذه مليح مليح ويفيريفي ويركب لي جيد نتاعو ويكمل خدمته هكذا بور ايفيتي كاع المشاكل عليك. بارك الله فيكم.